في الوقت اللي بتروج فيه أكتر من دولة لمشروع ممر جديد على إنه هيكون ليه الأفضلية أو تصنيفه كبديل لقناة السويس المصرية، جه رد من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بيأكد فيه إن من الصعب إن يكون فيه بديل للقناة. يا ترى إيه هي المعوقات اللي في الممر تخلي قناة السويس ليها اليد العليا، وإيه هي الخدمات اللي بتقدمها قناة السويس للسفن العابرة؟ كل ده وأكتر هنعرفه في التقرير ده من 5 بالعربي. موجة الممرات البديلة لقناة السويس من خلال السعودية والإمارات والدولة إياها اتقابلت برد مصري قوي يوقف كل جهة عند حدها، وده لما أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن مفيش بديل لقناة السويس أبداً، وده في إشارة لموجة الطرق البديلة للقناة، وإنه قبل حادثة إيفرجرين كانت وتيرة الكلام اللي من النوع ده مرتفعة لحد ما اكتشف العالم أهميتها. وأضاف خلال لقائه في برنامج صالة التحرير اللي بتقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد إن في كتير من الخدمات اللي بتتقدم في القناة حالياً للسفن العابرة، وعلى رأسها تموين الوقود والتخلص من المخلفات السائلة والصلبة وصيانة وإصلاح السفن وخدمة الإسعاف وتغيير الأطقم. وأكد إن الممر الاقتصادي الدولي بروسيا اللي بيتم الحديث عنه مش هيأثر في قناة السويس ومش هيكون بديل للقناة، ولو كان في طريق بديل كان هيتم استخدامه بعد حادثة إيفرجرين. ووضح إن الممر الخاص بروسيا مش بيشتغل غير 4 شهور في السنة، وخلال الفصل الشتاء الثلوج بتقفل الطريق، وفي الصيف بيستخدم كساحة الجليد علشان فتح الطريق أمام كل سفينة بتعبر من الممر، وبالتالي الخطورة بتكون مرتفعة والتكلفة كبيرة جدا وحمولة الحاويات قليلة والغطس لا يتعدى 9 متر، في الوقت اللي بيوصل الغطس في قناة السويس إلى 18.5 متر. وقال إن التجارة البينية ضرورية في روسيا، ولكن الممر الاقتصادي اللي بيتم الحديث عنه مش هيكون أبدا بديل لقناة السويس. وأما عن ممر الإمارات والسعودية والدولة إياها، فقال إن الطريق الآخر اللي بيمر بأكتر من دولة ومن بينها الإمارات والسعودية جزء منه بحري والجزء الآخر سكة حديد، وده بيخليه ملتزم بحمولة محددة، والقطار مش هيقدر على نقل حاويات ضخمة زي ما هو الحال بالسفن العابرة من قناة السويس. وأخطار انتقال الحمولة من المركب للسكك الحديد مرتفعة والتكلفة عالية وكمان في تعطيل، وعشان كده مش هيكون بديل لقناة السويس. وأشار ربيع في تصريحات سابقة إلى إن التكلفة الاقتصادية والأمان والسرعة في صالح النقل البحري مقارنة بممر بايدن المركب، وبالتالي مفيش أي وجه للمنافسة لأي طرق بديلة مع قناة السويس. ولفت إلى إن ممر بايدن مش هياخد من قناة السويس إلا نسبة قليلة لا تذكر ولا تتعدى 1%، وإن قناة السويس عندها حزمة تسويقية إضافة إلى تطوير المجرى الملاحي. وأكد رئيس هيئة قناة السويس إن ممر بايدن المقترح تكلفته كبيرة وهياخد كذا سنة، وشدد على إنه مش هيكون منافس أو بديل لقناة السويس.